هنا فين تيتسرح شي واحد. اه هنا فين وفرنا هذا المكان باش الناس اللي كتجي من بعيد ولا هادي طلع تسرح بين ما وجدت لها السلعه ديالها، وديك الساعه تاخذ اللي بغى يبات يبات، اللي بغى في نهار في نهار، وما كاينش مشكل. كيمشي عند هنا واحد اطلاله زوينه على الجبل، كان واحد الجريده، انسان تيرتاح وكشي راه زوين الحمد لله. زيد دابا ولا كتعطي وشحال الثمن؟ مرحبا، السلام عليكم، كيف متواعدين؟ ايوب بعدود، المعصره ديال ادوز، طريقكم من العنصر، باقيين خدامين معكم ان شاء الله باش نكيبيو الناس كاملين اللي باغا السلعه. هاد البرومو ماشي انا اللي درتها، ولكن الكليان ديالنا طلبونا عليها. الناس اللي ما قدروش يجيو في ذاك الاسبوع، قال لك ما كان عندهم الظروف هذه، طلبونا الناس وبغيناش نخسروا لهم، حتى حنا غادي نوفيو بهم، اعطيناهم وعد دابا غادي نطبقوا. غادي نرجعوا للبروموسيون اللي كانت، هي فيها اختلافات، الزيت غنردوا 90 درهم في هذا الاسبوع هذا كامل ثاني. الزيت غنردوا 90 درهم هذا الاسبوع كامل. الزيتون اللي بغاه 14 درهم ونص هذا الاسبوع كامل، هو كاين 15 15 ونص، حنا 14 درهم ونص هذا الاسبوع كامل. المعطى كيعطي من 16 16 ونص، من 15 ونص حتى 16 ونص. هذا العام ما فاتش ال 20. لا في هذه البلديه هذه ديال هنا، هذا الشيء اللي كاين. ها انت انت كتشوف فيها، ها انت السلعه كي دايره، اجي شوف السلعه كي دايره. لا هادي شنو المنطقه؟ تانوغا. تانوغا اه، وباقي غادي نديرو ان شاء الله غدا في الصباح نمشيو للجنان. دابا فاش خففت الخدمه غنمشي معاك للجنان ونصورو في الجنان، وغايشوفو الناس كلشي باقي في الشجره، يعني بحال الناس ديال شهر 10 بحال ديال دابا. هادي بانت لي باقا فيها هي الخضرة، باقا الخضرة، وغد الجنان اللي غندخلو ليه غدا ان شاء الله كثيرة فيه الخضرة. دابا هادي فاش غتغسل تيتحيد من الغد؟ اه الوراق كيتحيد في الغسيل. غادي تشوف السلعة، هادي كاملة بلاصة وحدة. اه بلاصة وحدة، هادي هي مثلثة مثلثة، وباقي الجنان غندخلو ليه ان شاء الله نهار السبت، راه فيه الخضره مزيان. وقلت لك الناس اللي ما توفقاش تجي في شهر 10 راه بحال جات دابا في شهر 10 نيت، باقي نفس الجوده في الزيت نفس كل شيء، والمعايير اللي بغاو خضره زوينه، والحمد لله الزيت باقي عندنا الخير، باقي نزيدهم فيه الخير. والثمن 90 درهم الزيت، واخا بعض الناس تيعيطونا تيقول لك لا ما تهبطش الثمن باش، ولكن حنا لا، حنا باش ما طايحه عندنا غنعطيوها الناس 90 درهم. يعني يجي ويتسنى الزيت ديالو كيطحن. تيتطحن زيتون اللي طحن دي معاه في نهارو، بغى الزيت 90 درهم، واخا الناس تعيطونا الناس يقول لك لا ما تبيعهاش ب 90. طلع حنا سيدي ما نطلعوش ضد الغلاء، حنا طايحه ب 90 نبيعوها ب 90، ما عندناش مشكل. عندنا حنا هو كاع نكتسبوا كليان اعوام اخرى. هاد العام مشى، اشنو جي السنين اللي جايه ان شاء الله. كاين دابا وفرنا للناس اللي بغى يجي ويريح عندنا يتسارح ولا يبات ديك الليله، ما كاينش مشكل. كاين دابا فين يرتاح الانسان، كاين كل شيء الحمد لله. منين غا يجي كنشوفو، طلعوا نشوفوها. ها هي الزيت، الجوده في الزيت، ها هي اه بلا فلتر، اه بلا فلتر، بلا فلتر. هاي شوف الزيت الثاني، اه غير موجود مليح، هاي بلدية مليح. الله ها آه، تسي نفضل، ها آه. الكليان ديالنا سي نفضل، ها آه. مرحبا، ها هي الإرسالية غدا عند الأخ الطنجة، هادي عند الحاج صالح كازا 400 يترو دار بيضا، دار بيضا. هنا عندنا الزيت والكحل بالطريقة البلدية. هذا مازال ما طاب، هذا مازال غالملحة، غالملحة كوك تيولي زيتون بلدي بالملحة، هو هذا هذا البيض بدا هو بدا تيطيب، هذا المشقوق اللي قرب يوجد، وهذا الجديد هذا يلا مديور. هذا الحل ديال الثمن، هذا 70 درهم. 70 درهم، وهذا المشقوق هذا هو، هذا 75 اللي قريب يوجد.
لا مقريقل في الماء في الزعتر في الملح في كلشي يمشي يتسناو 15 يوم كاع يوجد. ورجعنا نفس العروض باقا في الزيت والعسل والزيتون. العسل نفس الاثمنه كنا درنا المره اللي فاتت باقي 90 درهم 90 درهم هاد السيمانه هذه.